اما هلا وصلنا لمساحتنا الثانيه من صباحنا لليوم نور، رح نفردها لمساحتنا الطبيه. اليوم ضمن المساحه رح نحكي فيها عن انواع الفتوق، كثير بنسمع بهي الحالات وهي شائعه عند الاناث وعند الذكور ولكن بنسب. اكيد رشا، دائما بنسمع انه في حدا صار معه فتق، في حدا عمل عمليه فتق، يعني في مصطلح طبي انه معه فتق بده يحوله لعمليه. ومثل ما قلتي ببدايه حديثك للكبار والصغار، اليوم كمان عم نشوف صغار رضع يصابوا بمرض الفتق. اكيد لنحكي اكثر عن هذا الموضوع، شو هو التشخيص وكيف اليوم مرحله العلاج عند الطبيب. حيكون ضيفنا لليوم استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية الدكتور محمد عزام. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم فيك. صباح السادة المشاهدين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. لما نقول فتق كتير بنسمع بالمحيط، في فلان صار معه فتق، تم معالجته صغير يعني بكير ليصير معه فتق، كتير بنسمع بالمحيط حوالينا. بس خلينا نعرف المصطلح الطبي، الفتق شو هو؟ يعني أكثر للناس اللي لسه ما عندها المعلومة الكافية تعرف أكثر. ببساطة الفتق هو عبارة عن خروج جزء تمام ضمن جدار. هلأ البطن نحن بنتخيل البطن وكل السادة المشاهدين بيعرفوه بيحوي الأعضاء الداخلية اللي هي الأمعاء، الكلى، الكبد. هاي الأعضاء محاطة بجدار. صحيح. جدار البطن هل بيتكون من جلد، الطبقة الخارجية، الطبقة الداخلية، عدة طبقات طبعا. التكوين الأساسي فيها هي الطبقات العضلية. تفضلتي قلتي انه شائعة كثير، يعني يمكن نحن ما في شخص ما تعرض قرايبه رفيقه لفتق بكل عائلة، شائع هو هذا الامر. وما انه خطر مثل ما بعض الناس بيصير عندهم بعض المفاهيم. دكتور خلينا نحكي اليوم كيف بصير هذا الفتق، وخاصة بنسمع انه حدث ولادي اليوم الجنين يعني من خلقته خلقان معه فتق، يعني اليوم تفسيره طبيا شو هذا التفسير؟ كيف اليوم الطفل ممكن يخلق معه فتق؟ هو عمر حدوث الفتق بأي عمر؟ هذا السؤال كثير شائع، وانه طفل لساته صغير عمره اسبوع او يوم وعنده فتق، ما حله يصير عنده فتق، لانه الناس متخيله انه الفتق فقط بصير لما الشخص بيحمل اوزان، بيتعرض لسعال كرونيك مزمن. لا، احيانا الفتق بصير ممكن يصير من عمر يوم لاخر العمر، باي وقت او اي عمر ممكن يصير الفتق. في اسباب الفتق اليوم انه الجنين، لكن الاسباب بيختلف تمام. مثل ما تفضلتي الاسباب عند الاطفال غالبا بتكون كونجينيتال وراثي. لانه الطفل لما بيخلق بيتم تشكيل الاعضاء، في مناطق ضمن جدار البطن بتكون مناطق مفتوحة أحيانا مثل القناة الإربية. طبعا أشيع الفتوق هي الفتوق الإربية، فتوق السرة، فتوق الفخذية، لكن أشيعها الإربية. بتكون موجود قناة خلال نمو الجنين بتسكر هي القناة. أحيانا عند بعض الأطفال بتسكر بشكل جزئي او ما تماما، بتكون مسكره بشكل جزئي او مفتوحه لسه. هون بنقول فتق قربي ولا جدار البطن بيكون اساسا ضعيف؟ لا، جدار البطن متين، لكن المنطقه علاقة. في منطقه مثل القناه الاربيه اللي لازم تسكر، هي المنطقه لازم تسكر خلال نمو الجنين، ما سكرت، بتضل مفتوحه. فالطفل لما بيبكي حسب طبعا درجة الفوهة المفتوحة، أحيانا لما بيبكي وأحيانا بدون حتى ما يبكي هو متسطح أو مستلقي بتلاقي إنه ظاهر عنده الفتق، لكن الغالب إنه لما بيبكي بتقول الأم أنا عم بدل له الأحفاد، انتبهت إنه في منطقة عم تتبارز أو انتفاخ صغير أسفل البطن. طبعا هون لازم يكون في ثقافة عند الأمهات. صحيح. إنه يلاحظوا سواء ذكر أو أنثى لما بيبدلوا له ينتبهوا للبطن، وخاصة المنطقة بين الفخذ والبطن، هي المنطقة بالجهتين بالطرفين، لازم ينتبهوا خلال البكاء إذا في انتفاخ معين عم يصير أو عند الذكر في كبر بحجم الصفن. هي الملاحظة كتير مهمة لأنه هي أساسية بالتشخيص، وهي بتكون الخطوة الأولى برحلة علاج الطفل. كثير يعني كنا عم نسأله تحت الهواء على ما هي معنى إشاعة اليوم، أكد لنا إياها الدكتور. كنا نسمع أو كنت فكر أنا من مثلا أمي مشان ما أزعج الطفل أو شيء، إنه لا تخليه يبكي أبدا، يعني بنسمعها كثير بيقولوا إنه لا تخلي الطفل يبكي بصير معه فتق. يعني فاليوم حضرتك أكدت لنا هي المعلومة، إذا في قابلية إنه ممكن البكاء يحرد هاي القصة تماما. هو بالنسبة للطفل البكاء كان بالسرة أو بالأماكن الثانية بيجينا الشخص الكبير. هو شو الفكرة من البكاء؟
يعني خلينا نفهم آلية عمل الفتق وكيف بصير. لما الطفل بيبكي بيزيد الضغط داخل صحيح. البطن داخل جوف البطن، فأي منطقة ضعيفة ضمن هذا الجدار صحيح. تبرز منه، ممكن تعطي ألم حتى بسيط. هون صحيح. وصلنا لمرحلة فيها خطورة. نحن هون بنميز الفتق طبعا ما له خطر، حالة مرضية يعني ما ميكانيكية خلينا نقول، ما هي خطرة، لكن ممكن تكون بدرجة معينة. وهلأ بنحكي عن بعض الأعراض اللي لازم ينتبهوا لها الأهل سواء عند الأطفال أو الكبار. خلينا نحكي عن هاي الأعراض، وأحيانا بيكون البكاء هو عملية إنذار، يعني أحيانا تماماً. بكاء الطفل هو اللي بينبهك على هي المنطقة أو هو بيعطيك الإشارة أنه في خلل. تجي الأم للطفل بتقول أنه طفلي عم يبكي لساعات وما عم يسكت، أحيانا عم يترافق مع أقياء، أحيانا مع صعوبة بالتبرز. فهون نحن في يعني إشارة حمراء لازم ننتبه لها، هون يعتبر إنذار. العلاج لازم يكون إسعافي بهي الحالة، لأنه جزء من الأمعاء هي عم تخرج ضمن هالفوهة وعم تعود لما الطفل بيسكت أو بيرتاح ترجع للبطن. لما بيبكي بيزيد الضغط بتخرج من هي الفوهة. في أحيانا هي الفوهة بتكون ضيقة فبيخرج جزء من الأمعاء من ضمن هاي الفوهة، بصير عامل مثل رينج مثل حلقة على هذا الجزء من الأمعاء، فبيضغط عليها فبيؤدي لنقص بالتروية. لما بتنقص التروية هون في خطورة تتموت الأنسجة. لما بتتموت الأنسجة طبعا بتنتقل من حالة إصلاح فتق لعملية، لعملية كبيرة ومهددة للحياة، لأنه ممكن يتحول هذا الجزء لجانجرين فيكون خطر على حياة الطفل أو الكبير حتى بشكل عام. حكيت حضرتك عن الخطورة، أيمت نحن بنكون الفتق بمرحلة خطيرة جدا، واليوم شو الإجراء الإسعافي لإله؟ تمام. سواء شو بيأثر الطفل على نمط الطفل حياتي؟ بكى بشكل مستمر وبتلاقي المنطقة صارت مائلة للزرق للإزرقاق، وممكن يستفرغ يترافق مع أقياءات. الكبير كمان، الكبير معظم الكبار بتلاقي مثلا شباب او نساء بيراجعونا انه انا صار لي اشهر او حتى ممكن سنه او سنوات ما بعرف انه معي فتق وعادي ما عم يعمل لي اي مشاكل بصحتي، لكن فجاه صار في الم شديد، الانتفاخ ما عاد بيرجع، لان هو بنلاحظ بيجينا المريض بيقول لي انه انا ما بتسطح بيروح الفتق فبرتاح بالضبط يعني. لما بيقوم بيوقف بيمشي بيسعل بيحمل أوزان بيبرز أكثر الفتق. فممكن هذا الجزء من الأمعاء أو الجزء اللي داخل ضمن فوهة الفتق ينضغط ضمن حلقة الفتق، فبيؤدي لأنه التروية الدموية بتقل بنسبة عالية وبيتحول مثل ما قلنا لغانغرين. كيف بينتبه؟ بصير في ألم شديد، ألم مستمر بمنطقة الفتق، الزرقاق. الكبير بصير بيستفرغ ما بيقدر يخرج تبرز، هون الحالة إسعافية. يعني أنا بينما قل له للمريض أنه نحن لح نعمل عملية، عندي مشوار سفر أو شهر عسل أي ما في مشكلة، فوت على غرفة العمليات. بينما قل له لا هلأ بدك تفوت على غرفة العمليات سواء بالليل أو بنهار أو بأي وقت، لأنه صارت الحالة إسعافية. ففي فرق بالعلاج صحيح. فيفضل انه المريض ما يهمل حالته اللي بيمر فيها، خلص لما بيشوف فيه فتق يفترض يراجع طبيب ويباشر بموضوع العلاج. طيب دكتور خلينا نحكي عن جزئيه العلاج. نحن بنعرف انه بيتم من خلال عمل جراحي، ولما يتم خلال العمل الجراحي ان كان بنحكي بالبدايه عن الاطفال نحكي عن الكبار، مثل ما قلت هي منطقه بتكون مش مسكره على الاخير، بالعمل الجراحي بيتم تسكيرها بشكل كامل بحيث ما ممكن يعود هيدا الفتق، بس ممكن نشوف انتكاسات عند البنات. يعني بيقولوا انه عند الشاب ممكن هو لمره واحده، بس البنات لا، هي يا الجهه اليمنى يا اليسرى، ممكن بما انه هي صار عندها فتق نشوف بعد فتره ممكن تصاب بفتق اخر. موضوع النكس له عده عوامل سواء عند الرجال او الذكور او الاناث. هو اكثر شائع عند الاناث النكس. هلا يفترض ما يكون شائع موضوع النكس بشكل عام. يعني نكس الفتق يفترض ما يكون شائع، مش بنفس المنطقه. هلا اذا مثلا عملت فتق بمنطقه ثانيه، عم نحكي عن البنات، لانه يمين او يسار الجهتين مختلفتين، فهو ممكن يكون عنده نكس ولا لا. نحن اذا ما عالجنا سبب
ظهور الفتق احيانا الكبير بيعالج الفتق جراحيا، بنعالجه وبيروح، لكن هو عم يعاني بنفس المعاناة السابقة، فبدال ما يعني يمنع حدوث الفتق بالجهة المقابلة، لأنه في عنا بجسمنا نحن في تناظر، صحيح، يعني دائما في تناظر بكل شيء، معظم الأعضاء معظم في تناظر، فإذا صار باليمين غالبا بصير باليسار. إذا الأسباب موجودة، يعني رجل بيعاني من مثلا كونستيبيشن، امساك مزمن دائما على طول عم يكبس بالحمام، او مثلا كرونيك كوف عنده سعال مزمن مدخن او حساسيه بالصدر، دائما في سعال عنده، شخص بيحمل اوزان احيانا ثقيله وهو جسمه ضعيف، بيعاني من بدانه، في ضعف بجدار البطن. هلا هي الاسباب اللي عم نحكي فيها، او مثلا البروستات، الاطفال ممكن كمان، الاطفال خلقي تماما، لكن الاسباب عند الكبار عم نحكي، هي الاسباب. هلا اذا ظلت هي الاسباب موجوده، بنعالج له جهه، بعد شهر او سنه او سنتين ممكن ترجع، ممكن ترجع، مو تنقص نفس الجهه، الجهه المقابله، الجهه المقابله طبعا النكس بنفس الجهه كمان وارد ضمن الابحاث، وارد، لكن يفترض ما يكون موجود، صحيح تماما، بس انه وارد يصير، لكن بالوقت الحالي يعني صار قليل. بس نستخدم نحن الرقعه المش اللي هي عباره عن شبكه بعلاج الفتق، بتدعم هي المنطقه، فالنكس بصير قليل جدا، يعني اقل ب 50% من الفترات السابقه النكس. فاذا ثبتت بطريقه صح هي الرقعه بتدعم المنطقة الضعيفة، فبالتالي ما بصير في نكس. وبالإضافة إننا منعالج الأسباب، نتجنب الأسباب يلي ذكرناها، يلي بتزيد الضغط عند داخل البطن. طيب دكتور، هي عند الإناث أو عند الذكور؟ وين ممكن نشوفها شائعة أكثر هاي القصة؟ شو أسبابها؟ الشائع عند الذكور والإناث، الإناث حمل متكرر وضغط عالي داخل البطن، وعند الذكور كمان بيعانوا بمرحلة بعد الخمسين من أعراض بروستات، فالحالة النفسية ما كتير بتأثر، لأنه هي مشكلة يعني صار أقلب ميكانيكية، يعني ضغط زائد، نقطة ضعيفة، صار في فتق، هيك بتتم. نحن بنسمع هيك بشكل عام إنه ذكور أكثر، أو بجوز لأنه نحن الحالات اللي بنسمعها ذكورية أكثر من الإناث، يعني أو اللي بيتم إعلان عنها، لأنه في منطقة، يعني المنطقة القرابية صحيح. بتحتوي عدة عناصر عند الذكور، منطقة ضعيفة عند الإناث، فيها الراوند ليجمنت بنسميه الرباط المدور، المنطقة القربية، فهي تقريبا أقوى عند الإناث هي المنطقة من عند الذكور. الذكور ضعيفة، هي منطقة خروج طبعا الحبل المنوي عند الذكور، فبتكون أضعف هي المنطقة. بالإضافة إنه الذكور معظمهم بيدخنوا أكثر، نسبة التدخين، فالسعال أكثر، بيعانوا الذكور أكثر نفسيا أكثر من الإناث، فبتلاقي عندهم إمساك مزمن أكثر. والبروستات، صحيح، البروستات بيعانوا بعد عمر الخمسين، بيحملوا أوزان أكثر، يعني في عوامل أشياء عند بتأدي ليسور. أكيد بالختام فقرتنا الطبية لليوم نشكرك الدكتور محمد عزام على وجودك معنا، وحاولنا يمكن نسأل عن جميع الاستفسارات اللي ممكن تخطر على بال المشاهدين. شكرا كثير لك. شكرا لكم، يعطيك العافية، إن شاء الله بتضلوا بخير. نورت صباحنا، وأكيد بالصحة والسلامة لك الحدا مرافقنا بصباحنا لليوم.